عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش يكفينا كفاية ظلم وتهبيش كيف الناس تقدر في ذا الحال تعيش يكفينا كفاية ظلم وتهبيش كيف الناس تقدر في ذا الحال تعيش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش وكيف قادنا صبر ومصبر كمل حيدونا كما احنا مثل ما راضيش كيف قادنا صبر ومصبر كمل حيدونا كما احنا مثل ما راضيش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش اسمه لا لا واضح يا شيخ واضح كوضوح الليلي في غزهق القمري حتى انا كنت اقول لوسيم صحي وسيم مش كنت اقول لك انه اسمه السورة البرية هذه والشيخ اسمه لا يمكن انه يشل حق الصيادين الضعفاء المساكين صح يشل هنا الشيخ صح انت ما شرقت يا شيخ صح يا فندم بيرم انا ارى ومن وجهة نظري انه كلام الشيخ صح والدليل على ذلك انه الشيخ عباس رجع الفلوس ان شاء الله والاضافات هذه نضيفها للقانون ها حاجات جديدة حاضر مش وقتك الآن عموما يا شيخ نستأذنك ومع السلامة يلا قدام أبدو أيوة يا شيخ المواطن ضروري تنبا في أسرع وقت طيب يا شيخ لأنه عارف وجماعته بيجسين يغبشوا بعدنا وبيسببون القلق ضروري نحن نبيع المواطن يا شيخ خلاص بكرة من الصبح عندي نبوكم مدينة أنا وأنت ونبيع المواطن تفهم؟ أفهم يا شيخ بكرة الصباح ها حسن اسمعنا معي لك كلام مهم ايش انت متأكد طيب طيب يلا شكرا يا درندش مع السلامة يا معارف يا معارف مصيبة مصيبة ما في الشيخ سدد بقى المواطير حقنا وبكرة الصباح شخرجها من المخازن شبوك بها لم تاجر كيف؟ يعني لازم أنا أروح لسداد القرش أنا أرى يا خال أن روحتك لأن سداد القرش ما منها أي فايدة يا خال إحنا ما حملنا السلاح الأبد ما تأكدنا أن الحكم على الشيخ سداد مش نخرج منه بأي فايدة تذكر طيب قولوا لي يا جماعة ما هو الحل معاه يا خال الله يحفظك ويطولنا بأمرك أنا حاكيتك من أول أن نهجم على قرية سداد ونكسر المخازن ونخرج المواطير حقنا وانت رفضت يا أمنا دمحك الصح نهجم وما قرح يقرح أيوة نهجم خلاص اليوم بنهجم في الليل على المخازن ونخرج المواطير حقنا بس زي ما قلت لكم ما نشتيش اشتباكات مع جماعة سداد وما نشتيش دم حسن جاهز نفسك أنت والرجال شفتي يا عايش بحن كبش نوطيبه معزومه
مكنت انا حنيدوك عسلوك حنيدوك عسلوك ومطرك مقطوعه لا عاد حنيد ولا عسل. يا شيخ برقوق لا تهم ذا الموضوع، شنو وطي لهم دجاج مع امرز ودخن وعسل وطباتيك؟ ما يهمك يا شيخ، اعرف اشاء يبيض وجهك ويرفع راسك بين كل اهل القريه. يا شيخ برقوق اشا حاكيك في موضوع مهم. موضوع مهم اهم من ذا كله؟ ما هو تعاكى الموضوع يا شيخ برقوق بخصوص بنتك ايوش. انا فكرت كثير وقررت اني افسخم خطوبه. كيف تفسخم خطوبه؟ والله لا سمي ابك ذحين. يا شيخ برقوق يا شيخ برقوق افهمني، شغل متبعتك ما ينفعش يا شيخ، تصالح اهل القريه وزوجتك وبنتك زعلانين منك. والله انك صادق والله، خصوصا لو دري اهل القريه ان ايوش وبهجه زعلانين مني، شو يقولون كيف اجي صالح احنا وهم زعلوا اهل بيته؟ ومثل ما يقول المثل يا متصدق بالمرك اهل بيتك احق. وعشان كذا يا شيخ برقوق عشان تبوك تصالحهن وترجعهن لبيت قبل ما ينتشر خبر عند اهل القريه. والله صدق، شان نروح بعدهم، بس اولا نتغدى وبعدين شارح بعدهم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتنا يا شيخ فرسك. برقوق 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 فرسك كلها فواكه. استعجلوا مقاول الشيخ. والله يا مريوش انك طلعت حاجة ثانية، قلبك ابيض، انا كنت احسبك زعلان من اللي حصل بيننا. ولا زعلان ولا حاجة، ما فيش لا زعل بين ام اخوه واحنا اهله. من صادق؟ نعم. والله ذا الكلام يخلي الواحد يتشجع ويكلمك بالموضوع اللي اجت من شانه. اضحك اضحك ولا يهمك يا شيخ، ومرش ذا لك. انا حصل قليل مشاكل بيني وبين بهجة. عارفه من قصة كلها، لكن اسمح لي يا شيخ اقول لك انك غلطان، لانك شتغصب بنتك على واحد وهي ما تشاش. من صدق؟ عشان كذا انا علغيت الخطوبة واجت بعد بنتي ايوش وبهجة وقلت شرجعه اللمبات. الغيت الخطبة؟ ياه عين الاكل اللي عملته. اه لو تألم ما بينه يا شيخ. ما بينه المسامح ربنا يقينه. زوجتك وبنتك لو يألمون انك الغيتهم خطبة حيفرحون. ابوك افرحهم. اما سألك افرحتك. يا خيتي يا بهجة، ها تعالي شش بالموضوع. خير؟ ما في يا مريوس. كل ذنب بهجة؟ ايوه بهجة عائلية. يخف الدمي. اسمعي يا خيتي يا بهجة. ما في. زوجك الحمد لله أتي واعترف بغلطه ولغى موضوع ام خطبة تماما، ويشاي صالحك ورجعك انت وبنته للبيت. يعني لغى موضوع ام خطبة تماما؟ نعم. الحمد لله ان ربي هداه. الحمد لله. يلا يا ايوش هاتي مسامن عشان نروح بيتنا. لحظة، فين شتبوك يا ايوش؟ يلا هاتي، ما فيش خرقة قرين. عشان نروح بيت، ما سمعتنش ان برقوك اجي عشان نصالح احنا نروح بيتنا؟ إلا سمعت، بس ما أجيش عشان يصالحك، أجي عشان تروحين توطين مأزومة، مش عشان سود عيونك انتو هين. دبشه الله يدبشك، بدل ما تفرحين لخالتك جالسة تحاربي عليها. اسكتي دالحين، ما أقول له ترجعي معاه ولا لا. بصراحة أنا شفت إن كلام دبشه صح. كلام دبشه صحيح؟ أيوة، وأنا أعرف برقوق. بسيطة يا دبشه بسيطة، الله يجعل لك حفرة عشرة من تفرتي ما تعرفش يطلعوا منها دودي. واه مالك يا دبشة، ما هو ذا محكة، بدل ما تكون محضر خير مع خالتك. الله يهديك بس. يا رب خير يا رب خير يا رب يا رب خير يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هيا مريوش بتشر. أصل خير يا شيخ، أنا كلمتها وقلت لها إنك ألغيتهم خطبة وإنك أتيت علشان ترجعها هي وبنتها وتروحون معك من بيت. وأكيد اقتنعان. ياك طنعا وافقا الحمد لله. لكن دبشه في ملاحظه اخيره تدخلا
وقال لها هيف يا مبايكه انت ما صدقتي، اصلا برقوق ما جاش علشان سواد عيونك، جا علشان تروحي توطي لهم عزومه لاهل قريه. وهي بطلن الله يسامح حد بشته، ما يكفيش موطي اللي مشاكل في مقريه عاد تزيد انا مشاكل في البيت. بس بيني وبينك يا شيخ، انت اتت علشان سواد عيونها ولا علشان تروح توطي لكم عزومه في البيت؟ يا رجال وانت صدق كلام دبشه، اما عشانك تخليتهم طباخ اني جهزنا عشان بهجه بس، ما لاش دخل بمشي تجي تعشى بس. اذا كان كذا ما فيش معاها لا عذر، ادخل اقول لها تروح معك على طول. يا خيتي يا بهجه. ها خير ما تشاء؟ ما شاء الله تبارك الله، قلب اسمك من دبشه لبهجه؟ ايه احيانا بعد العصر. بعد العصر لي منتي ولا ما هو؟ خير يا مريوس ما في. شفتي انك اسأتي الظن ببرقوق؟ قال موضوع عزومة اتكلف ناس ويجهزونها ويأملونها، ما عليك الا تأتي تأكلي وتعيشي معززة مكرمة انت وبنتك. كذا يا خيتي يا بهجة ما عندها حجة، وانت لازم تروحين بيتك. ايوه يا بهجة يا خيتي لازم تروحين لنبيت، لان المرة لما طول خرجتها من البيت تكبر المشكلة، والمرة ما لها الا بيتها يا خيتي. ايوس يلا هاتي محاقتي يا بنتي خلينا نروح بيتنا. لحظة فين شت بوكن؟ ما صدقتم خبر دبشة؟ يا قصب السكر هبقتك ثنتين لما تتعرضي. يا أمني مزح مزح خالي، يلا الله يفتح عليك بيتك بيتك، يلا 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 أنا من أول أهم، فين شت القدم؟ مش ضيقة؟ قول إنك تمزحي، شبوك فرحة. يا الله خير يا الله خير يا الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. هيا مريوش بشر وافق ان ترجع. والله مش عارفه ما اقول لك، وجهه وصورته مطمن شكلها دبشه رافضه الهدنه. الحمد لله وافق ان، وهي تجهز نفسها وش تاتي. وافق ان. نعم اوصل العظيمه جيش من فراغ. عشان كذا شكلمك في موضوع ثاني على طول ولا يهمك يا شيخ. قول انت داري ان انا مهبي عزومه عشان اهل قريه، يعني بمناسبه الصلح معاهم. عارفه بالموضوع، لكن انا خايفه انهم يفرقون وما يجونش. بيني وبينك يا شيخ، نصف اهل القريه ما شئتونش لانهم رافضين. رافضين؟ انا خاسر وما بي ذبيحه وما بي، عشان تجي وتقنعهم يا مريوش. لو تعلم ما بينه يا شيخ. ما بينه ام سامح ربنا يقينه، انا هقنعهم ولا يهمك. هيا جماعة ما هو الطيطان؟ دقائق يا شيخ برقوق، قوم عشان يكون جاهز، ولا عليك إلا نرفع راسك. دقائق؟ أنا خايفة يصفر الحكام، قصدي الضيوف يوصلون وأدم عشان ما عجاش. يا شيخ لا تقلق ولا حاجة، إن شاء الله ما شيتم ضيوف إلا هم عشان جاهز. ما قلقش يلا تمام. ذا إذا أتم عزيم. ذا إذا أتم عزيم ما قصدك يا سالم؟ قصدي يا شيخ إنه خسارة حقرته كله وما حد يجي يتأشئ، بعدين تكون خسارة. همس على كبريته، فال الله ولا فالك، فال الله ولا فالك يا سالم. يو وسمى التفاخة يو تفتح النفس يو، أو يصيبك ويصيب سمك ويصيب تفاختك يا وسيم. الحاصل شيخ هم فابط بيرم سائدة وسيمة. حي الله الحكومة، حي الله الحكومة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياكم الله، تفضلوا. حياكم الله حياكم الله، نورتنا والله، نورتم بيت الشيخ برقوق. والله منور بوجودك يا شيخ، وشكرا شكرا على العزومه، واسمح لي يا شيخ بهذه المناسبه العزيزه على قلبي انه اقول لك اسمه ابيات شعريه كذا يعني نظمتها. تفضل تفضل. يا شيخ برقوق يا شيخ برقوق، أنت في العزائم شيخ مرموق، وأكيد أكيد أن في عزومتك اليوم سيكون اللحم مشوي مندي ممروق. وانتبه
يكون في سفرتك اليوم شيء من الفول أو البيض أو القوق. القوق بين قوسين دجاج شابعين طافحين. والله يهمك يا بيرام، مالك إلا حاجات مندي معشي مسلوق. حياكم الله، حياكم الله جميعا. وسيم. أيوه. ما تلاحظ انه اسمه ما في احد بالعزومه ولا حد قال مضافه لحنا؟ خذ استعدادك لحد يكون كامل. لا لا يا فندم، انا من وجهه نظري وارى انه ما تمشى الصلح بين اهل القريه والشيخ برقوق بس. خلاص تعال عقب قل ايش لاقبك بس اسكت. بيرام مالك انت وسيم تتحافظون وتتشاورون؟ ها لا ما في حاجه، بس يا شيخ برقوق اسمه انا قصدي القسم لحاله، قسمه قد والدنيا مطر والاسواق زحمه لو تشوف، والبترول ما بوش والكهرباء طافي. ما دا عاد حقكم. ايوه حقنا، واشتريناها شراء والله. اسمه الا قول لي يا شيخ، اين الناس ما قاعدوا الان؟ الناس الان شيجوا ان شاء الله، ان شاء الله الان بيجوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا ديفيس عجا، ديفيس حبيبي تعال جلس جنبي. على طول يا شيخ. ديفيس مال الباقي تأخر وما عجوش؟ والله يا شيخ أنا فلتهم بمقهاية، والعم ريوش يحاول يقنعهم، تعرف إنه صون رافضين يعتو، بس أنا قلت أتي لحق العشاء. أمس على كبريتك رافضين، الله يستر. شيخ شنت عسي ولا لا؟ أنا بلا غدا لذلحين طصنا جاوعوا يا شيخ. يا شيخ برقوق أنا أرى من وجهة نظري كذا لما يتم الجوع. هيا ما هو يا بزاي، هيا ما هو يا بيرام. أصعيم يقولون نفس غير نفس، ما عرفناش من ربي. إحنا جينا نتعشى ولا ما جينا نفعل؟ ما قصدك؟ والله بس اسمع، هو قصده أنه العشاء تأخر ومش نرجع اسمع القسم. خلاص يلا بعدك قربوا ما شاء. إذا هيا بنا إلى اللحم المشوي والمندي والممروق. وأنت ودفت يا برقوق. عندهم بيرام مكنتنا لحم مندي مشوي مقلي مملوق، وبالأخير طلع كله قوقوق. مالي ما نعمل، ما نعمل هذا صداد القرش ورجال الله يصيبهم على يتقطعوا لسالم وسالوا قيمة الكفاش، ولا فيت احنا وعن بين الدسم. يا جماعة الحاصل الحاصل على قولتك يا فندم وشي. بسم الله. كسروا ايدك ما حد يموت جده، عيب عيب قلة الادب ما يقوم الناس. كليل ولف وزين ايدك قسما بالله لا اكثر من هنا من الملتا هذا، عيب. ايش يقولوا ما عرفتش يا ربي؟ يا فندم قد هيجعوا تاجينا نفعل، ولا حد يموت ايده يعني حد يموت يده، ولا تضبحوا بي كمان على الضبح. سريع سريع اسمه، قلت لي قمتم اسمه قاعدين مرة يا واحد. خلاص اسمعوا، بس نعمل من لقمة لقمة لقمة. تمام، واحد اثنين ثلاثة خذوا بس. شفتي عايش الآن ما حد عجي، شكلهم فركوا بنا. ودعبس ما قالكش ولا حاجة؟ دعبس قال لي على إن مريوش جالس يحاول يقنعهم إنهم يجوا وهم رافضين. خلاص يا شيخ برقوق، أمرنا لله الآن. إيب لازم ندخل نعشم موجودين. نعشم موجودين؟ يه خلاص بعدك. يلا بسم الله. حياكم الله، حياكم الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والله انا كنت نفسي كل اهل القريه يكونوا موجودين عشان نرجعون ويلتم الشمل. لم يليوا شمل قريه مركوزه، والله اننا خلاص من كثر انكار ما قدرش اتحكم. لكن يلا البركه فيكم هون، الله يسامحون. بسم الله بسم الله. يلا بسم الله. لحظه، ما حد ياكل ولا لقمه. أهلاً أهلاً بمريوش قاتل الوحوش. قاتل الوحوش؟ لو كنتم تحيدون قاتل الوحوش كنتم انتظرتنا لما أتي وبعدين تبدؤنا مع شيء. خلاص اتفضل اتفضل يا مريوش. لا أنا ما أتيتش لحالي، أنا أتيت معي كل أهل القرية. تفضلوا يا جماعة. أهلاً وسهلاً بكم، فوق معين وفوق مراس، تفضلون. أهلاً وسهلاً، حياكم الله. لحظة لحظة يا أهل القرية،
والله العظيم انه يسعدني ان اشكركم واشكر كل من لبى دعوتي وجاء الى هنا واشكر مريوش وبهذه المناسبه. يا عم برقوق انت عازمه هنا اشي ولا سمحنا خطبه؟ انا اعلم الله ان انا جاي وما تغديتش علشان اشيبي لن تشتكي دحنا بخطبك. هبل كل واحد اشه سفري في يده يروح اشه عند مرته. كلام زربان صح. ان كان علم صالح احنا راضين بمصالح، وان كان علم اشه ضروري نعز النعمه عشان نكسب ثوابه من ارحم الراحمين. تمام خلاص ما دام كذا تمام بعدك تفضلوا تعشوا. تفضلوا تفضلوا بسم الله تفضلوا يلا. لازم رجل عدم دجاجة يا فندم. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله جميعا، كلوا سلطة. مالك نقم منكم في يوبا. تعشى يا مريم. بشر تبش. ما هو صوت مصدق. يا الله خير يحلى يا رب. درندنج. ايوه يا شيخ. اسمع صوت رصاص وميان. ايوه ايوه شكله قريب. داخل القرية يا شيخ. داخل القرية؟ سعد غلط اسرون. ما في اسمع صوت رصاص. دول جماعة عارف يا شيخ. اتفقوا مع جماعة عارف. كيف جماعة عارف؟ اسمعوا ركزوا محلا سالم بيت يلا. يا خلاص يا خلاص بابي ايش اللي حصل؟ يا خال جماعة سداد القرش قبل ما نهجم على مخازن هاجمونا وبغتونا وجرحوا مننا ثلاثة دعبوش عمر وعلي وهنا العام قريبين وشكلوا الماتين اللي عندنا. والله يهمكم يا رجال شو سدهم وردهم خايبين. أنا عارف وعدهم النار بالنار وما قرح يقرح. لا ما نشيش مواجهة مع جماعة سداد القرش. ما نشيش يقع بيننا وبينهم دم. اسمعوا لازم نمشي من هنا. دابوش شل الفتحة حق السيارة ودهم يلا حبوا الجرحى فوق السيارة. أنا شو تدخلوا شل العدوات واجي بدهم جرحى يا جماعة بدهم جرحى بدهم. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. فيها شنبوك يا خال فيها شنبوك. بنروح العشاش المهجورة يلا. عبدو ما في ولا في حاجة يا شيخ ولا شيك تقلق. بس هذا عارف جماعته هجموا على المخزن واحنا صدينا لهم واشتبكنا معهم لكنهم هربوا لجنب النقابه واحنا لحقناهم وهربوا لعند العشش المهجوره يا شيخ. تمام ومخزن مجريبه مخزن. اطمن يا ابا ما وصلوش المخزن. الحمد لله. اسمع عباس يلا بزهون وحراسه على المخزن فتحوا عيونكم. ولا يهمك يا ابا يلا يلا. لا يهمك يا شيخ. لحظه عبدو اسمع بكره الصبح تكون عندي هنا من الفجر. تمام تبوك تحملوا مواطير ونبوك انا وانتين بأم مدينة ونسكه منها. حضر يا شيخ. يلا ولا يهمك يا شيخ. طيب يا عارف ان ما وريتك انتم صالح ذيلة ما اكون الشخص الضاد. ترندش هلا يا شيخ. ما ماكينة يلا ولا شيء ولا شيء يلا لا دعك الهم يا غالي دعاني همي همك همي همك كل ما عانيت عاني. دعاك الهم يا غالي دعاني اجتمع حالي بحالك لا تشيل همك لحالك حط في كتفي رحالك انت مني من كياني. اجتمع حالي بحالك لا تشيل همك لحالك حط في كتفي رحالك انت
حفره اللي ما طابت امورك واحزان انقاست وتكدر شعورك اللي ما طابت امورك واحزان انقاست وتكدر شعورك بحرنا والبر واحد حالنا لو ضاق واحد خلينا في هم واحد لا تجز هم ثاني حالنا والبر واحد حالنا لو ضاق واحد خلينا في هم I'm not.